صبحا اسم امرأة حلفت على المدير البلدي، وهذا كل شخص تزوج جمعه عقد زواج. بس يعني الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا بزيارة إلى عدن في عام 1952 كانت تستخدم هذه السيارة. هنا تلتقي الوطن بشماله وجنوبه، بشرقه وغربه، تشتم رائحته وعبق تاريخه. هنا تحتفي بك أصولك وأمجادك، تعتريك الدهشة بصنايع أجدادك. هنا دار السعادة، أيقونة تاريخ اليمن السعيد، المتحف الوطني بالعاصمة صنعاء. نرحب بكم أولا في المتحف الوطني. المتحف الوطني تلاحظ أنه يقع في منطقة تاريخية تسمى بستان المتوكل، وأقدم ذكر للبستان هذا يعود مخططات تعود لعام 1778. كان المتحف الوطني طبعا استضيح في عام 1971، وبعدين نتيجة لتنامي المجموعات الأثرية وكثرها والتي تم نقل المتحف من دار الشكر سابقا إلى دار السعادة حاليا الذي هو منطقة بستان المتوكل، وتم افتتاحه في عام 1987، ويحتوي على مجموعة كبيرة جدا من المقتنيات الأثرية التي تعود إلى مختلف الحضارات القديمة والإسلامية ومختلف العصور، ابتداء من عصور ما قبل التاريخ ومرورا بعصر الحضارات القديمة السبا ومعين وحمير وحضرموت وكتبان وغيرها من هذه، وهي الذي تمثل المرتكز الأساسي لنتاج الحضارات اليمنية القديمة والمرتكز الأساسي لكل الدراسات القادمة واللاحقة، وتعبر عن الدور الذي بلغته الحضارة اليمنية القديمة من دور ما لعبته من دور مميز في الحضارة في منطقة الشرق الأدنى خط المسند، وهي خط اللغة اليمنية القديمة. النقش هذا موضوعه يعني موضوع مهم جداً، يدل على الربي الحضاري الذي وصلت إليه الحضارة اليمنية القديمة، وهو متخصص هذا النقش بيوثق لعقود الزواج. كل شخص تزوج جمعه عقد زواج، بس عقد زواج ليش؟ اليمني يتزوج بزوجة أجنبية، مثلا عندك من كريت من اليونان، عندك واحدة من العراق، واحدة من مصر، واحدة من ذا، أي أجنبي كان يتزوج بأجنبية ولا كان يتم توثيقها وتخطيطها في الآن بموجود في مثل هذا على مستوى ما وصلت إليه الحضارات اليمنية القديمة من رقي وتطور حتى في توثيق عقود الزواج للأجنبيات. يعني هذا سبائية ولا حميرية ولا أشبر؟ أقول الخاطر نكش سبائي، ما أساسي نكش سبائي، اللهجة السبائية يعني. عندك مجموعة من القطاع أيضا هنا الذي كانت موجودة في المعابد، يعني هذا الذي عليها بعض ال شوف بعد اسم صبحم، هذه اسم ايش؟ صبحم، اي صبحم اسم امراه حلفت على المدير البلدي، وهذه كان زي ما قلت موجوده في المعبد اللي تكون فوق البوابه في المعبد او البلدي، ايضا ما تميز بها الحضاره او شيء من هذا القبيل الذي تقدم لها الحوالي. عندنا هذا تتميز الحضاره اليمنيه، هذا جزء من عمود اللي كان حق بوابه في المعابد، بوابه المعبد جزء من العمود هذا لي. بس ما هذه بتتميز فيه ولدي، بتلاحظ هنا كلها ولدي الزخرفة التي تتميز بها عندهم الزخارف النباتية، بالإضافة إلى زخرفة الوعول. شوف الوعول موجودة بكثرة جديدة بكثرة كبيرة موجودة هنا ولدي، اللي كانت الوعول في السابق ولدي متواجدة بكثرة في المناطق الشرقية والشرقية الشمالية. دائما تشوف في الحضارة اليمنية الثور أو الوع في أي منحوتة، في حتى في قرائب الميادين، فلا تصير تنتهي براس وع ولا براس ثور، لأنه تذكر القرون هذه حق الوع بتشير إلى ما؟ إلى إله المقاه اللي هو القمر، ولذلك كان الانطاف حقها والدي يشوفون دائما ذي، وكان من الحيوان من الحيوانات هذه كانت مقدسة عندهم، بس مش تقديس دائما هنا البقر ولا تسوي عبدوها هذه مقدسة، بس فقط للقرون حقها اللي بتشير إلى القمر، إلى إله القمر، كل شيء في باب يعني ياكلوها ويتصادوها ولا كل شيء ذي، لكن هم بيقدسوها ويحملوها هذه يعني بتشير إلى المعبود الرئيسي اللي هو إله المقاه. طيب عندك فكرة ولا تقدر تعطينا ولا تحل لنا الأحجية؟ يعني مثلا احنا بنشوف نقشات متناهية في الجمال والدقة، ولا هل في مثلا
يقول لنا بايش ايش الادوات اللي كانت تستخدم في ايجاد هذه المنحوتات الدقيقه والصور الجميله. شوف هو كان يقد في الايام القديمه بلا شك فيه في فنانين زي ما نقول الان في فنانين نفس الادوات اللي تستخدمها الازميل والمطرقه والذاب النحت الجميل الذي وعندهم لمس يعني عند الذوق في عمليه النحت. وطبعا التماثيل اليمنيه والولده سواء كان عينيه او سبعيه او حضرميه تستطيع انك تميز بينها طريقه النحت طريقه تنفيذ تفاصيل حق الجسم طريقه تنفيذ الملامح حق الشخص نفسه والذي يكون فيها. ايضا كتابه اللغه نفسها تكون مش لغه اللهجه يعني قد تكون احيانا لهجه معينيه او سبائيه او حضرميه. ونحن نتجول في فناء المتحف لفتت نظري هذه السيارة القديمة. هذه السيارة تعمد عام 1952 هذه كانت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا بزيارة إلى عدن في عام 1952 كانت تستخدم هذه السيارة.